أثبتت إحدى الدراسات التي نشرت في مجلة سيفا لالشا سنة 2019 أن هناك صلة بين الصداع النصفي والغدة الدرقية، وعلى وجه التحديد تبين أن حوالي 46% من المرضى الذين وقع تشخيص هذا المرض لديهم كانوا يصابون بالصداع النصفي. بحسب دراسة أخرى أجريت عام 2019 جرى تحليل أكثر من 103,000 مريض، وجدوا أن الأشخاص المصابين بقصور في الغدة الدرقية هم أكثر عرضة بنسبة 78% للاكتئاب مقارنة بالأشخاص الأصحاء. الكثير من الدراسات حول هذا الموضوع، ولكن الغدة الدرقية وما هي مشكلاتها وتشخيصاتها وغيرها، مع دكتور أحمد خير استشاري أمراض الغدد الصماء. أهلا وسهلا بك دكتور. بيك علينا. يعني من الواضح أن هناك تشابك ما بين الغدة الدرقية، الأمراض التي تصيبها، وأمراض أخرى. بداية لنعرف الغدة الدرقية مكانها ووظيفتها. شكرا، وشكرا لمحطة المملكة والأخوة المشاهدين. كما تعلمي الغدة الدرقية هي من أهم الغدد الموجودة في الجسم، طبعا بتيجي بعد الغدة النخامية وهي الغدة الرئيسية أو الغدة الحاكمة في الجسم، تقع في قاع الدماغ. الغدة الدرقية هي شكلها على شكل فراشة، تقع في المنطقة الأمامية للعنق تحت ربطة العنق، خلينا نقول تحت تفاحة آدم، وهي مكونة من تشبه الفراشة، من جناحي فراشة وواصل بينهما، وتقريبا وزن هذه الغدة ما يقارب 30 جرام، تصل 30 إلى 40 جرام في الإنسان البالغ. كما تعلم الغدة الدرقية لها أثر كبير على صحة الإنسان، على جسم الإنسان، على سلوك الإنسان، لأن الغدة الدرقية تعمل على زيادة الوزن ونقصان الوزن، التوتر أو البلادة، تساقط الشعر، اضطرابات خلينا نقول عند الأنثى سواء بالدورة الشهرية أو حتى في الحمل تؤخر أشياء كثيرة، لأن هرمونات الغدة الدرقية وهو هرمون الثيروكسين له أهمية كبيرة في العلاقة العضلية العصبية للإنسان، فتؤثر على موضوع التعب والإرهاق، تؤثر على موضوع العصبية عنده، فلذلك لها أهمية كبيرة وتكاد تكون لها مؤثرات على جميع أعضاء الجسم، كما تحدثت حتى عن الدراسة الحديث اللي حكوا عن الصداع النصفي. فلا يبهرك إذا قلنا على أنه يوميا تكتشف العلاقات المهمة بين الغدة الدرقية و أمور أخرى أو أمراض أخرى. جميل، إذن نتفق هنا أنه نعم. يعني ممكن يكون هناك مشاكل تصيب هذه الغدة نعم. تنتج عنها الكثير من الأعراض المختلفة نعم. لأنها واضح أنه أهميتها مختلفة. ويعني وظائفها كثيرة أكيد. فكيف ممكن يعني نعرف وجود خلل في هذه الغدة؟ طبعا المريض سواء كان كسل الغدة الدرقية، هم أهم مرضين، كسل الغدة الدرقية و نشاط الغدة الدرقية، أو قد يكون التهابات الغدة الدرقية، أو قد يكون أورام في الغدة الدرقية. طبعا الأورام في الغدة الدرقية غالبا ما تكون كما نعلم باعتبار الغدة الدرقية هي سطحية، فقد بتكون ظاهرة عادة، أو تضخم في الغدة الدرقية عند وضع ملمس الطبيب على الرقبة يستطيع أن يميز إذا كانت العنق متضخم الغدة الدرقية فيه أو في ورم ولا لا. طبعا هنالك ايضا الفحوصات المعينه اللي بنعملها، اللي هو قد نلجا الى سونار الغده الدرقيه او الفحص بالنظائر المشعه لمسح الغده الدرقيه اللي هو المسح الذري، او قد ان نعمل فحوصات الغده الدرقيه في الدم ونستطيع ان نعرف ما هو الخلل الموجود. طبعا الطبيعي الطبيب من الاعراض اللي يشتكي منها المريض يستطيع ان يشخص ما هو هذا المرض، هل هو كسل او نشاط الغده الدرقيه، او اذا كانت مثلا مؤلمه جدا قد يحضر الإنسان إلى العيادة ويقول عندي ألم شديد في المنطقة الأمامية للعنق، وعندما تلمسي لا تستطيع أن تلمسي من شدة الألم، يكون عبارة عن التهاب فيروسي تسمى التهاب الحاد أو الشديد للغدة الدرقية، وعلاجها سهل بإعطاء أو الكورتيزونات أو الأسبرين أو البروفين أو أي شيء قد يخفف من هذا الألم، ويحتاج إلى فترة طويلة ويتفاوت نوعية هذا الالتهاب. هنالك كسل الغدة الدرقية، الكسل يؤدي إلى
انه الانسان بيشعر بالتعب والارهاق، وفي بعض الاحيان النسيان، زياده الوزن لانها تعمل على تحبيس السوائل، تساقط الشعر، احيانا التعرق برضه لا التعرق في زياده افراز الغده الدرقيه. هنا بتلاقي الجلد جاف مع انه الانسان بجمع سوائل، عشان هيك بزيد وزنه، في زياده في الوزن. ايضا ممكن يعمل عند المراه اذا كانت الكسل الغده الدرقيه شديد، انه يعمل اضطرابات في الدوره الشهريه او حتى انقطاعها او حتى عدم الانجاب. اذا كان شديد جدا وارتفاع في او نقص شديد في افراز هرمون الغده الدرقيه، قد انه انت بس يصل المريض عندك من الباب تستطيعي تشخيصه بانه بكون عنده ما يسمى بالماسك فيس، اللي هو خلينا نقول الوجه الماسك، زي الكوكر فيس، زي القناع، مش هو وجهه، زي وجهه منفخ، مش يعني قصدك غير قادر على، لا مش هو، مش يعني وجهه بكون غير لا يعطي تعابير، غير معبر، بنسميه ماسك فيش. ليه؟ لانه بتلاقي اسفل الجفن بكون في مياه، بتلاقي وجهه شاحب وهكذا، وجسمه بكون ناصح. ايضا من الاعراض كما تحدثتي سابقا انه ممكن يكون عنده اكتئاب مريض الغدة الدرقية، ممكن يكون عنده امساك، ممكن يكون عنده في بعض الاحيان انه تعب من اي مشوار قليل. ليه؟ لانه هرمون الغدة الدرقية هو هرمون النشاط، هرمون اللي بحفز الانسان انه يكون عنده قدرة وطاقة ونشاط نفسيا وجسمانيا. اي نعم. طيب خلينا نحكي شوي عن الاسباب اللي ممكن تاثر بالغدة الدرقية، يعني هل ممكن يكون غذاء، بيئة محيطة، امور نفسية علاجية، ممكن تكون وراثة؟ الأسباب، أهم سبب اللي هو العامل الوراثي. انتشار الغدة الدرقية انتشار كبير سواء في الأردن أو مؤخرا ولا من زمان؟ من زمان. وأنا باعتبارني درست في أوروبا في إيطاليا، هنالك كان انتشار كبير، بس لما رجعنا للأردن وجدنا أنه من يعاني من أمراض الغدة الدرقية كثر. ليه؟ أهم عامل من عوامل الإصابة بالغدة الدرقية هو العامل الوراثي. لذلك لا تفاجئ إذا بقول لك أنه عندنا عائلات كاملة منعالجها، يعني الأم وأختها والأخت الثانية وتلت بنات إلها وتلت بنات للأخت هاي، وستها بتكون مصابة وأمها بتكون مصابة، بنتين من واحدة من الخوات مصابة. فلذلك هو مرض يصيب النساء أكثر من الرجال، يعني النسبة قد تكون 1-3 أو 1-4 رجل مقابل امرأة. واضح ان الجهد اللي بيعمله مع النساء هاي الغده اكثر من يعني اكيد، بس يصاب والهرمونات بشكل عام. اي نعم. الاسباب الاخرى ايضا لاصابه الانسان بالغده الدرقيه، حكينا عن العامل الوراثي، قد تكون من بعض العلاجات في المناطق الموجود فيها نقص اليود. نقص اليود يؤدي الى كسل في الغده الدرقيه. العلاج بالاشعاع مثلا، اذا المراه مثلا كان عندها ورم بالثدي واعطوها اشعاع في المنطقه، قد تؤثر على الغده الدرقيه وتعمل على تكسيلها او تعطيلها. فلذلك هنالك امور كثيره اخرى ولكن ثانويه تؤثر على كسل الغده الدرقيه. طيب العلاج، يعني هل من الممكن ان تكون هذا المرض او هاي الاصابه للغده مزمنه ولا ممكن علاجها، او في علاجات ممكن انها تشفيها؟ أمراض الغدة الدرقية مزمنة كما حكيت لك، اللي هي مرض كسل الغدة الدرقية، ولكن أورام الغدة الدرقية تعالج وتعالج 100%. التهاب الغدة الدرقية يعالج، ولكن قد يؤدي إلى التهاب ما يسمى بالتهاب هاشيموتو أو الالتهابات المزمنة للغدة الدرقية في المستقبل، ويصبح المرض مزمن. نشاط الغدة الدرقية هو مرض إذا عالجتيه بالحبوب قد يختفي، وإذا ما اختفى بدك تضطر تعملي له جراحة أو مثل الأورام تعملي له جراحة أو تعطيه يود مشع، حالة نشاط الغدة الدرقية. وهنا بعد هذين العلاجين سواء للجراحة بالجراحة أو باليود المشع، يعمل على تكسيل الغدة الدرقية، فيحتاج الإنسان بعد ذلك أنه يحتاج إلى علاج تعويضي بهرمونات الغدة الدرقية. المهم جدا هنا كمان أنه يمكن في سؤال سألت عنه بالسابق، اللي هو بالمرأة الحامل مثلا. المرأة الحامل تستطيع أن تأخذ علاج كسل الغدة الدرقية، هرمونات الغدة الدرقية، زي الإنسان العادي. ليه؟ لأنها تؤثر على نمو الجنين، وإذا ما أخذتوش بتأثر الجنين داخل. تستطيع أيضا خلال الرضاعة أن تأخذ هرمونات الغدة الدرقية زي أي إنسان عادي. نشاط الغدة الدرقية لا نستطيع أن نعطي المرأة الحامل، هنالك علاج يعطى لمدة أول 3 أشهر يسمى ثيوبيوراسيل،
أو نعطي الكربيمازول أو النيومركازول إذا كان لجرعات خفيفة للغدة الدرقية، ولكن إذا كانت الحالة قوية جدا نلجأ إلى الاستئصال الجراحي أيضا حتى في خلال الحمل. يعني تحدثت دكتور عن موضوع الاستئصال الجراحي، وخليني أكون معك واضحة، في كثير من الناس لجوا، أو خلينا نقول الأطباء لجوا لهذا الاستئصال ونتج عنه كثير من المشاكل ما بعدها. إلى ما هي المرحلة اللي يتم فيها تحديد قرار استئصال هاي الغدة المهمة؟ الغدة مهمة، لكن في بعض الحالات قد يكون حتى يكون ورم في الغدة الدرقية، والأورام زي ما تعلمي قد تكون أورام يعني ورم بسموه سينجل أو ملتبل، يعني فردي أو قد يكون أكثر من ورم في جهتين الغدة الدرقية. عندما نعمل تشخيص له، أولاً بنعمل فحوصات في الدم، بنعمل سونار للغدة الدرقية، بنعمل خزعة من الأكبر ورم موجود أو من ورمين من الغدة الدرقية، ونستطيع أن نشخص هذا الورم. حتى لو كان الورم حميد في بعض الحالات، ولكن المريض بيقول لك أنا بختنق، أنا عندي صعوبة في البلع، أنا بتشردك، ففي هاي الحالة بنقول له حتى لو أنه حميد أخذنا الاستئصال هو الأفضل، وتكون الغدة كبيرة وضاغطة على مناطق التنفس، مناطق البلع، مناطق زي ما حكينا الأكل. فمهم جدا أنه هنا الاستئصال وخلاص، وبعد ذلك بيصير كسل الغدة الدرقية، تعويضها بإعطاء هرمون ثيروكسين بعد ذلك. أيضا إذا كان المرض خبيث، أخذنا الاستئصال كان اشتباه أو خبيث، يجب أن تستأصل كامل الغدة الدرقية. ليه؟ لأنه منخاف أنه يرد أي خلية من الخلايا تنتج. فلذلك احنا بعد ما نعمل طبعا منخبر الجراح انه عنا او اشتباه او ورم غدة درقية، استئصال كامل للغدة الدرقية. بعد ذلك بشهر بنرد ناخذ المريض، بنبعته على مسح الغدة الدرقية بالنظائر المشعة، وبنشوف على انه ضل بقايا ولا لا، وبنعمل تصوير للعظم للرئة من خلال إعطاء مادة اليود المشع 131، ونعطي جرعة عالية من هذا اليود حتى يقتل أو يقضي على أي خلية حتى سليمة أو حية بالغدة الدرقية، لكي نكون إحنا مطمئنين أنه استطعنا أنه نسيطر على هذا المرض. بعد 6 أشهر بنخليه يراجع كمان مرة، بنبعته لقسم النظائر المشعة وبفحصوا نفس الصور اللي عملناها، أيضا نعمل فحوصات معينة في الدم، نستطيع أن نعرف وين وصلت مرحلة المرض. غالبا تقريبا 100% بكون العلاج فعال في هذا الحالة بعد الاستئصال، وبأخذ المريض طول عمره بعدين الهرمون الثيروكسين اللي هو عبارة عن حبة أو، ولكن ما بتتأثر حياته بشكل عام؟ لا 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 لا، حيرجع طبيعي وكويس يعني جدا. واليوم حتى الاستئصال الجراحي عملية تجميلية، يعني عبارة عن بس تفتح جزء من الرقبة، يستأصل الغدة الدرقية، من الداخل بيكون قطب، ومن الخارج بيكون عبارة زي تلصيق في مادة معينة وشبه ما بتبين يعني. نعم، لكن سريعا، هل هناك أي أمور وقائية إذا كان هناك عنصر وراثي في العائلة لكن لم تظهر أي أعراض؟ لا يوجد أي أمور وقائية. اللي بده يصاب بالغدة الدرقية يصاب، وكما تحدثنا هنالك من أكثر الأمراض شو يعني اللي هو بيأثر على كسل الغدة الدرقية، هو مرض التهاب الغدة الدرقية بنسميه مرض هاشيموتو. مرض هاشيموتو هو بيكون موجود بالدم أجسام مضادة تؤثر على الغدة الدرقية بالمستقبل، بالبداية قد يكون نشاط، بعدين طبيعي، بعدين كسل. لذلك أي إنسان بيكون عنده أجسام مضادة بنقول له انتبه، أنت قد تكون مهيئ ومعرض للإصابة بكسل الغدة الدرقية، واستمر في عمل الفحوصات الدورية للغدة الدرقية على الأقل لو سنويا. شكرا لك، يعطيك العافية، معلومات كثيرة وغنية. شكرا لك دكتور أحمد خير، استشاري أمراض الغدد الصم والسكري. أهلا وسهلا. شاكر إليك ولمحطة المملكة، أنا سعيد فيها، نورتنا. الله يخليك.